ورجعنا لكم تاني ومكملين. خلصنا قصة الأسد مع عنتر. عند عنتر قصة كبيرة، يعني الأسرة كلها قصة كبيرة، إن شاء الله بإذن الله يعني ربنا يا رب يكرمه كده ويديله يا رب الاستقرار. ابنك هيطلع قصة رياضة ولا قصة أسود؟ أنا أتمنى إن شاء الله ولا ده ولا ده. ما تتمنوش يطلع بيه كرة؟ يعني أتمنى. ما اديتنيش إجابة النهاردة أنا متوقعها. لا لا، أتمنى إن يعني ليه؟ أي حد طبعا يتمنى إن يبقى ابنه لعيب كورة، وأنا أتمنى إن ابني يبقى لعيب كورة طبعا، بس أنا يعني مش موضوع صعب يا كابتن سيف، موضوع صعب فوق التخيل. ليه قافل كده؟ يعني إيه اللي خلاك مصعبه؟ أنا عملت مرة معاك لقاء في نادي الزمالك، أنا فاكره كويس جدا. دي حقيقة. وكانت يعني كانت رؤيتك مختلفة تمام. والله يا كابتن سيف، أنا شايف إن مجال الرياضة وكده، أكيد حضرتك عارف يعني مجال صعب شوية والتعامل فيه صعب شوية، ممكن أكون أنا جدي شوية في الموضوع أو كده، فساعات ما بعرفش يعني، في مواقف بتعدي عليا ما بعرفش أتعامل فيها يعني. زي إيه؟ يعني مواقف كتير يعني، زي مثلا المعسكر اللي احنا فيه ده، معسكر برضو نادي مصر ما بيلعبش على ارضه، وان احنا بنلعب تعبان ماتشاتنا. انت في المعسكر؟ هو بص، هو المعسكر فيه مميزات وفيه عيوب. فيه طبعا انت بعد عن اهلك، وبعد عن الناس بتحبهم، وعن الدنيا كلها يعني. ديك شفت حضرتك، احنا